منذ صبيحة هذا اليوم بدأ القصف المدفعي، هذا القصف المدفعي الذي دائما ما يكون خلال فترة الصباح، قصف مدفعي متبادل ما بين قوات الجيش من منصاته المنطلقة من شمالي أم درمان قواعد وادي سيدنا وكرر العسكرية باتجاه بعض المواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع في مناطق من أم درمان ومن الخرطوم. أيضا ردت قوات الدعم السريع بقصف مدفعي مماثل أماكن تواجد الجيش، خاصة في محيط منطقة القيادة العامة. هذه المنطقة التي يبدو أن الاشتباكات قد بدأت في التجدد فيها لليوم 11 تواليا. في قبل قليل أيضا نفذ الجيش السوداني عبر الطيران، ربما كان هو ظهور الطيران الجيش السوداني خلال الأوقات أو خلال الأيام السابقة مقل بعض الشيء. هذا الصباح نفذ الجيش السوداني غارات على بعض المواقع والارتكازات لقوات الدعم السريع في مناطق شرق الخرطوم. استمعنا هنا في هذه المنطقة إلى تحليق الطيران وسماع المضادات الأرضية، بالإضافة إلى انبعاث أعمدة من الدخان في بعض المناطق التي تم استهدافها من قبل الجيش. ربما تكون هذه هي خارطة الاشتباكات الصباحية لهذا اليوم. يبدو أن الأمر أيضا مرشح لمزيد من الاشتباكات وفتح الجبهات القتالية الجديدة في مناطق قتالية متعددة، استنادا على يوم أمس الذي كان يوما حافلا بالاشتباكات في عدة مناطق وعدة جبهات قتالية. نعم، أنتقل الآن معك إلى ما كشفت عنه نقابة الأطباء في السودان حول مئات الوفيات بسبب انتشار حمى الضنك. نعم، ربما لم تبدي كل المناشدات وكل الصرخات وكل الأرقام الكارثية التي كانت منذ بداية هذا الحرب وحذرت من أن الوضع سوف يتفاقم أكثر فأكثر، خاصة مع دخول فصل الخريف. نحن الآن في الوقت الذي تتمكن فيه أمراض الخريف، أمراض مثل الإسهالات المائية والكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. هذه الحمى التي فتكت الآن أو تفتك بعدد كبير جدا من أهالي مدينة ولاية القضاري، هذه الولاية الحدودية التي تقع في منطقة حدودية مع إثيوبيا. حدث نقابة أطباء السودان عن وجود آلاف المصابين بحمى الضنك، بالإضافة إلى سقوط المئات منهم. أيضا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم هنا تعاني ذات ما تعانيه تلك الولاية. نحن نتحدث عن منطقة مستشفى البان جديد، هذه المستشفى التي تقع في منطقة الحاج يوسف شرق النيل. توفي خلال الأيام السابقة أيضا 3 من المواطنين، بالإضافة إلى مناطق متعددة خاصة في الولايات الغربية. نحن نتحدث عن معسكر كلمة مثلا ومعسكر عطاش الذي فقد فيه كثير من الناس أرواحهم جراء الأمراض وانتشار حمى الضنك والملاريا كثير من الأمراض. تتحدث أيضا حكومة الفاشر عن وجود كثير ولاء حكومة الفاشر، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور والمقر الذي يتواجد به حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. هذه المنطقة بها عدد كبير جدا من المصابين بمرض الملاريا، وهذا المرض الذي دائما ما يكون خلال فصل الخريف. إذا كل هذه الأمراض وكل هذه الأوبئة التي بدأت في الانتشار، ربما أن كثير من المنظمات تحدثت كثير من التقارير الإعلامية منذ بداية فصل الخريف عن أن هذا الفصل سوف يكون كارثيا على عدد من النازحين وعدد من اللاجئين وحتى المواطنين أنفسهم. في بعض المواقع في معسكر كلمة مثلا، هذا المعسكر الذي يضم نحو 100,000 من النازحين، نازحي الحروب السابقة ونازحي هذه الحرب. تتحدث كثير من الأرقام، وتحدثنا في بعض مع بعض المصادر هناك من أن إغلاق المستشفيات وإغلاق المراكز، تفشي الأمراض في هذا المعسكر المكتظ باللاجئين وبالنازحين. هذه الأمراض التي تفتقر أيضا نعم. للعلاجات الناجحة أشكرك. وتفتقر للكوادر الطبية الموجودة.